أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المشاهد نت، قبل أيام من العيد ميليشيات الحوثي تغلق أكبر منتزهات صنعاء. من الموقع بوست، بدء صرف مرتبات موظفي المديريات المحررة في الحديدة. ومن أخبارنا المنوعة، سجن مواطن فرنسي قدم بلاغا كاذبا عن وجود قنبلة في طائرة تأخر عنها. أهلا بكم، نبدأ من الاعتذار الذي قدمته الأمم المتحدة إلى الحكومة الشرعية، حيث عنون موقع الصحوة نت، عقب احتجاج الحكومة على التعامل مع الانقلابيين اعتذار أممي للشرعية. قال الموقع إن صندوق الأمم المتحدة للسكان قدم اعتذارا رسميا للحكومة عن رسالته الإخبارية لشهر يوليو، والتي كانت عن مشاركة المنسق المقيم للشؤون الإنسانية لدى اليمن مع مسؤولين من قيادة ميليشيا الحوثي، ووصفتهم الرسالة بمسؤولين حكوميين. وتسلمت المندوبة الدائمة لليمن في الأمم المتحدة رسالة الاعتذار من الصندوق، والتي أقر فيها بوقوع الخطأ، مع تأكيد الصندوق أنه خطب المكتب الإقليمي بتصحيح ذلك في النسخة الإلكترونية للرسالة الإخبارية، متعهدا بعدم تكرار ذلك مستقبلا، ومؤكدا أن الصندوق لا يعترف إلا بالحكومة الشرعية وبالتزامه الكامل للقرارات الدولية. وكانت مندوبية اليمن قد بعثت رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان، طالبت فيها بالاعتذار وتصحيح الخطأ والامتناع عن التعامل مع الميليشيا الانقلابية باعتبار ذلك تجاوزا للقوانين والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة. فقدت محافظة البيضاء واحدا من أهم المصورين الصحفيين الذين يوثقون سير المعركة والمعاناة التي ترافقها، وعنون موقع المصدر أونلاين، أبرز وجوه المقاومة الشعبية مقتل الصحفي المصعبي أثناء تغطيته معارك البيضاء. قال الموقع، قتل الإعلامي أحمد المصعبي أثناء تغطيته المعارك الدائرة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن. قال مصدر عسكري للموقع إن الإعلامي أحمد المصعبي قتل أثناء نزوله من موقع القرحة إثر رصاصة قناص حوثي أصابته في القلب وأدت إلى وفاته مباشرة. ويعد الإعلامي أحمد المصعبي أحد قيادات المقاومة الشعبية بمحافظة شبوة وأبرز الإعلاميين الذين نقلوا كافة المعارك والمواجهات التي خاضها الجيش منذ بدء تحرير بيحان في نهاية ديسمبر 2017 وحتى المعارك الدائرة في البيضاء. هل هو عيد؟ هل يمكن تسميته كذلك؟ يرى محمد سعيد الشرعبي أن هذا العيد مختلف، وأنه فقد الكثير من البهجة، وأن ملايين الناس فقدوا صلتهم بالأفراح، وأضاف في مقال نشره موقع نيوز يمن. لقد نزعت الحرب من العيد بهجته وعمقت المآسي حالة بؤس إنسان اليمن الجائع والمشرد في وطنه، ولسان حالهم يردد بمرارة العيد عيد العافية. كانت الأعياد إجازة مهمة للترويح عن الذات، يعود فيها أبناء الأرياف إلى قراهم ويذهب البقية نحو المدن الساحلية، ومعظم الأغنياء يسافرون خارج الوطن. بعد 4 أعوام من الحرب تغيرت الأحوال وساءت الظروف، وغالبية الناس عاجزون عن تلبية أبسط احتياجاتهم، وغدت الأعياد كوابيس تؤرق أرباب الأسر. انهيار العملة الوطنية انعكس على حياة المواطن، وغلاء أسعار الملابس والأضاحي والمواد الغذائية والاستهلاكية وانقطاع المرتبات هذا العام وسعت حالة العوز المجتمعي. اللافت حرص غالبية شعب اليمن على إخفاء مرارة واقعهم وعدم إشعار القريب والبعيد بسوء أحوالهم، والاكتفاء بأضحية العيد وملابس الأطفال والبقاء في منازلهم. ومأساة العيد تتجسد لدى مئات الآلاف المشردين والنازحين جراء الحرب، وبعضهم يعجز عن توفير قوت يومه، ومعظمهم يعيش على النزر اليسير من المساعدات الإنسانية. خلافا للأعياد السابقة، يمثل عيد الأضحى هذا العام موعدا مؤلما لمن أثخنتهم الحرب وشردتهم الميليشيا من مدنهم وديارهم على امتداد بلدنا المنكوب.
أقدمت عناصر مسلحة من الشرطة العسكرية الراجلة ومسلحين بزي مدني تابعين لميليشيا الحوثي باقتحام حديقة السبعين أكثر المنتزهات الترفيهية في العاصمة صنعاء. وكشف مصدر محلي للمشاهد أن أمانة العاصمة طالبت مالك مدينة ألعاب حديقة السبعين بتسليمهم نصف إيرادات الحديقة، بالإضافة إلى طلب ضرائب مقدم عن الأشهر القادمة. وعلى إثر ذلك قامت أمانة العاصمة بإغلاق الحديقة. وقال المصدر إن أمين العاصمة المعين من الميليشيا الحوثي حمود عباد وجه بإعادة افتتاح الحديقة وتشغيلها من قبل موظفين وفنيين جدد، وعلى أن تذهب كافة إيرادات الحديقة خلال أيام عيد الأضحى القادم لخزينة أمانة العاصمة وحرمان مالك الحديقة والعاملين فيها من إيراداتها. وأضاف المصدر قائلا بأن أمين العاصمة شكل لجنة لاقتحام مدينة ألعاب حديقة السبعين، وبالفعل قامت اللجنة بخلع أبواب المدينة وتكسير جميع أقفالها، وقامت بتشغيل جميع الألعاب بعد أن قامت بطرد جميع العاملين في الحديقة. عن مدينة لا تموت، كتب وليد علوان مقاله المنشور في المصدر أونلاين وأضاف في فقرة من المقال: اقتلعت الثورة الدكتاتور، ولأسباب كثيرة منحته فرصة أخيرة للبقاء كمواطن صالح، لكنه وهو غير صالح كان يزال ممتلئا بالحقد الدفين والقوة المسلوبة والمال الحرام، راح يتحالف مع الإمامة ليشن الحرب على أم الثورة تعز. قال لرجاله في تعز إنه بصدد تأديب الثوار فقط، لكن تعز أدبته هو بصمودها وصبرها. ولما استحق العقاب العاجل جراء كل جرائمه، شأنه شأن كل مجرم حرب، لم تلطخ الثورة يدها بدمه، بل أوكلته لحقده الذي وضعه في قبضة من استأجرهم لمعاقبة الثوار. قتلوه وأخفوا جثته، ثم صادروا أمواله وممتلكاته التي صعد عليها. واصلت تعز صمودها وهي تتعرض هذه المرة لتآمر الحلفاء اللئام. ممالك مدججة بالمال والسلاح والحقد الأعمى، يتواطأ معهم مرتزقة صغار من أبنائها بدوافع من النكايات والماضوية وموت الضمير. وسوقت تعز إثر ذلك على أنها حديقة خاصة لحزب أو جهة، ذلك مبرر كاف لمزيد من الخذلان والتآمر. لم تأبه تعز لكل ذلك، بقيت تشغل المدارس وتخرج طلبة الجامعات، تحيي المناسبات الوطنية، تغني وتقول الشعر، تبني بيد وبالأخرى تذود. ومن وقت مبكر كان اللئام قد مدوا فيها كابلا أسود بغية استخدامه لاحقا في تفخيخها ونسف كل ما اقترحته من صمود وبناء. الإرهاب، اللوثة التي ليست من نسيجها، الجرثومة التي لا يقبلها جسد تعز، تسلل بين صفوف المقاومة ولبس مسوحها، اشتغل معها وبقي يحفر أساساته في ظهرها المغدور. وفي لحظة قاتلة راح ينتزع اسم تعز ليستبدله باسم كتائبه السوداء. إلى الموقع بوست، والذي عنون في صفحته الرئيسية: بدء صرف مرتبات موظفي 6 مديريات محررة في الحديدة. قال الموقع إن الجهات المختصة بمحافظة الحديدة بدأت بصرف مرتبات الموظفين في 6 مديريات محررة. وقال وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي أنه سيتم صرف مرتبات الموظفين في مديريات الخوخة، حيس، الدريهمي، الحوك، الميناء الحالي، على أن يتم صرف مرتبات مديريات التحيتة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى. كما أوضح أنه تم الاتفاق مع مصرف الكريمي للبدء بصرف مرتبات الموظفين مرتبات شهري يونيو ويوليو لموظفي جامعة الحديدة. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. في ترجمة خاصة بقناة بلقيس قالت صحيفة لافريس الكندية حول المحادثات المرتقبة: الأمم المتحدة تدعو المتمردين والحكومة إلى محادثات جنيف. تابعت الصحيفة: دعوة الأمم المتحدة للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران إلى المحادثات في جنيف الشهر المقبل في محاولة لإيجاد حل للحرب الأهلية في اليمن. ركزت الصحيفة على قول المتحدثة في الأمم المتحدة إليساندرا فيولوتشي من أنه ليست لديها معلومات عن دعوة محتملة إلى جنيف لإيران أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة. وتفيد الصحيفة الكندية أن لدى الحكومة اليمنية أمل ضئيل في أن تؤدي هذه المشاورات إلى حل، وتلقي باللوم على المتمردين لعدم استعدادهم لتقديم تنازلات. وقد تعثرت في عام 2016 المحادثات السياسية بقيادة الأمم المتحدة حول عدة قضايا، بما في ذلك انسحاب المتمردين الحوثيين من عدة مدن استراتيجية وتقاسم السلطة مع الحكومة. وتستند الصحيفة إلى ما صرح به في أوائل أغسطس أو صرح به المبعوث الخاص مارتن جريفيث لمجلس الأمن الدولي من أن الحل السياسي ممكن في اليمن، وأن الأطراف ستلتقي لبدء محادثات السلام في 6 سبتمبر في جنيف. وما زلنا في جولتنا الصحفية المترجمة لقناة بلقيس، حيث اهتمت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بالغارة التي ذهب ضحيتها العديد من أطفال صعدة، وعنونت الصحيفة: اليمن قنبلة أمريكية هي من قتلت أطفال الحافلة. واستندت الصحيفة إلى قناة CNN والتي ذكرت أن القنبلة التي قتلت 51 راكبا في حافلة وأصابت 79 آخرين في شمال اليمن الخميس 9 أغسطس تم تسليمها إلى المملكة العربية السعودية من قبل الولايات المتحدة. وكشفت الصور شظايا تم تصويرها بعد وقت قصير من هذا الهجوم في صعدة، معقل المتمردين الحوثيين. وقالت القناة نقلا عن خبراء في الأسلحة إن القنبلة مارك 82 موجهة بدقة بالليزر، وقامت بتوجيهها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للدفاع. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد حظر بيع القنابل الموجهة إلى المملكة العربية السعودية بعد استخدام نوع مماثل من الأسلحة في غارة جوية قتلت 140 شخصا في أكتوبر 2016 خلال مراسم تشييع جنازة في صنعاء. بعد ذلك رفع دونالد ترامب الحظر بعد توليه منصبه في عام 2017. العالم الذي نعيش فيه عالم ليبرالي، النظام المرن. تحت هذا العنوان كتب دانيال ديودني مقاله المعاد نشره في الغد، والذي ترجمه علاء الدين أبو زين وجاء في المقال. بعد عقود مما يفترض أن يكون ذهابها من الغرب، أعادت القوى الظلامية في عالم السياسة اللاليبرالية والأوتوقراطية والقومية والحمائية ومدارات النفوذ والتحريفية والإقليمية تأكيد حضورها فيه، وحطمت الصين وروسيا كل الآمال في انتقالهما سريعا إلى الديمقراطية ودعم النظام العالمي الليبرالي، وقامتا على النقيض من ذلك بتقوية نظاميهما الاستبداديين في الوطن، واستهانتا بالأعراف والقواعد في الخارج. بل أن ثمة ما هو أكثر إدهاشا، فبتصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكسيت وانتخاب الولايات المتحدة دونالد ترامب رئيسا، يكون الرعاة الرائدون للنظام العالمي الليبرالي قد اختاروا تقويض نظامهم نفسه. وعبر العالم ظهرت عقلية قومية جديدة، والتي تنظر إلى المؤسسات الدولية والعولمة كتهديدات للسيادة الوطنية والهوية أكثر من كونها فرصا. لا شك أن الصعود الراهن للقوى غير الليبرالية والقادة غير الليبراليين يثير القلق، ومع ذلك ما يزال من المبكر كثيرا كتابة نعي الليبرالية كنظرية للعلاقات الدولية، والليبرالية الديمقراطية كنظام للحكم، أو النظام الليبرالي كإطار شامل للسياسة العالمية. وتبقى الرؤية الليبرالية للدول القومية وهي تتعاون معا لتحقيق الأمن والازدهار ضرورة حاسمة اليوم، كما كان حالها في أي وقت في العصر الحديث. علقت صحيفة القدس العربي حول الأحداث التي شهدتها عدن وعنونت في إحدى صفحاتها: قوات يمنية انفصالية متحالفة مع الإمارات تهاجم أكاديمية عسكرية
في عدن، واهتمت الصحيفة بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بإحالة اثنين من القيادات العسكرية إلى القضاء، داعيا السلطات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على خلفية الاعتداء على حفل تخريج للكلية العسكرية غربي عدن. الرئيس وجه بإحالة العميد منير المشالي وعبد الناصر البعوة وكل من يثبت تورطه في الاعتداء على حفل التخريج إلى القضاء، وأوضحت أن التوجيه جاء على خلفية الاعتداء على طلاب الكلية العسكرية الذي راح ضحيته طالب فضلا عن إصابة عدد آخر. وقال أحد طلاب الأكاديمية أو ضباط الأكاديمية إن قوات انفصالية جنوبية متحالفة مع الإمارات فتحت النار من قاعدتها الجبلية في الجهة المقابلة للأكاديمية، وأضاف عندما بدأ حفل التخرج فتحوا النار من بنادقهم الآلية لأن الأكاديمية رفعت علم اليمن الموحد. في الأخبار المنوعة التي تتصدر الصحافة خلال اليومين الماضيين نطالع لكم ما جاء حول رجل حاول إيقاف رحلة جوية بتقديم بلاغ كاذب. سجن فرنسي في بريطانيا قدم بلاغا كاذبا ليلحق برحلة جوية. قالت الصحيفة إن محكمة بريطانية أصدرت حكما بالحبس بحق رجل فرنسي يقيم في بريطانيا بسبب تقدمه ببلاغ كاذب عن تهديد بوجود قنبلة في محاولة لتأخير رحلته الجوية إلى الولايات المتحدة وكسب الوقت ليستقل الطائرة. وصدر الحكم بحق الرجل بالسجن لمدة 10 أشهر من قبل محكمة لويس كوروان بعد أن أنكر في البداية ثم اعترف بتهمته بتقديم معلومات كاذبة بشأن مادة ضارة يرجح أنها تسبب ضررا بالغا للصحة البشرية. واعتقلت الشرطة الرجل ذو 47 عاما الذي كان يعمل أمينا لمكتبة في لندن في مطار غاتويك في مايو الماضي بينما كان يحاول ركوب طائرة متأخرة متجهة إلى الولايات المتحدة. وقال المفتش العام للشرطة في مدينة غاتويك مارك كلوثر لقد كان هذا قرارا سخيفا للغاية من جانب الرجل الذي قام بفبركة خبر بالغ الخطورة لمصلحته الشخصية. وقال كلوثر كان متأخرا عن رحلته واعتقد أنها ستكون فكرة جيدة الإبلاغ عن قنبلة بشكل مخادع، وأضاف أن الحكم يجب أن يكون تحذيرا للآخرين بأن هذا السلوك أو هذا النوع من السلوك لن يتم التساهل معه وسيتم التعامل مع المخالفين بصرامة. صورة لصنعاء القديمة ممتزج فيها القديم بالحديث هي إحدى الصور التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية في جولتنا المصورة لهذا اليوم والتي تضمنت أحداثا ومشاهد مختلفة نتابعها. أحداث اليوم كيف تحولت لرسوم كاريكاتير، هذا ما نتابعه فيما نشرته عدد من الصحف. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.